تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في مباشر سبور عبر قناتكم شوف سبور. كما عودناكم انطلاقا من كل خميس في كل يوم نطل عليكم أكيد بمباشر سبور، الحديث عن جديد الأندية المغربية وكذلك الكرة المغربية. حلقة اليوم نخصصها أكيد للحديث عن فريق الرجاء الرياضي ومباراة الأمس وتقييم أكيد للتحكيم فيما يخص تلك المباراة المثيرة على مستوى الكروي اللي شفنا من خلالها أداء كبير جدا على مستوى الفريقين بجوج، خصوصا فريق الرجاء الرياضي اللي يمكن لعب 70 دقيقة بطريقة مثالية بطريقة رائعة ورائعة جدا. كان خسر المباراة بثلاثة لواحد، ولكن الرجاء ربح جرينتا، ربح حماس، ربح مباراة كان من المنتظر وكان من يعني من الأرجح أنه الرجاء الرياضي يرجع من خلالها بالانتصار الثامن بالعودة التاريخية من قلب القاهرة. ولكن للأسف يعني فريق الزمالك عرف كيفاش يخطف الانتصار يعني في شوط المباراة الثاني يعني بعوامل عدة، أكيد أنه اللاعبين ديالو يعني كانوا حاضرين بشكل كبير، ولكن ساعدته عدة عوامل. كذلك في حلقة اليوم غادي يكون معنا الحكم الدولي الخبير التحكيمي ديالنا اكيد سي محمد الموجه اللي دائما ما يكون معنا عبر شوف سبور، الحديث طبعا عن رايه فيما يخص الاداء التحكيمي ديال الحكم السنغالي نضيف هذا الموعد الحاسم اللي من خلاله غادر الرجاء تشامبيونز ليغ قيل وقال في مسار في المغرب. عموما احنا نهضروا شويه ونشوفوا الامور. معنا السي الموجه عبر الهاتف من مدينه فاس. السي الموجه مساء النور. تحية طيبة لك سي الموجه، أكيد كان نحيو كذلك المشاهدين وهم بالألاف عبر شوف سبور يشاهدوننا في هذا البث المباشر في مباشر سبور ليومه أكيد الخميس. نهضروا معك سي الموجه، أكيد تبعت لنا المباراة قبل الحديث طبعا عن الجدل عن العديد من الأشياء فيما يخص التحكيم في مباراة الأمس. كي جاك أداء الرجاء الرياضي والمباراة الأمس يعني اللي جمعته بالزمالك؟ هو المتتبع للكره المغربيه وكذلك المقابله ديال الامس غادي يشوف بان فريق الرجاء الرياضي ظهر بوجهين مختلفين. شفنا الاداء الرجولي والبطولي اللي كان في الشوط الاول واللي اعطانا واحد الاطمئنان بانه القادر باش غادي يرجع في النتيجه ديالو، قادر باش ينتزع الانتصار ويمكن يكرر الانجاز اللي سبقه كان دارو مع نفس الفريق الزمالك عندما انهزم معاه هنا في المغرب 2-0 ومشى للقاهره وانتصر 3-0. وتاكد ذاك الشيء في بدايه ديال الشوط الثاني عندما سجل الهدف ديال الصبغ، الا ان الامور تقلبات اسرع العواقب ابتداء من الدقيقه 61، وشفنا انه كان هناك فريق اخر يمكن انه طول ديال الموسم والمشقه ديال الموسم والعياء اللي دب في الارجل ديال اللاعبين ربما اثر بشكل كبير على المخزون البدني، كان له دور حاسم في النتيجه ديال المقابله، الشيء اللي خلى الفريق المصري يسجل الهدف ديال التعادل وانه خذا الثقه في نفسه وانه استطاع باش يسجل هدفين مور ذاك المازال مور الهدف ديال التعادل وينتصر 3-1. نتمنى انها تكون هذه المحطه ديال نصف النهايه فيها قراءه للكره المغربيه ويحاول ما امكن الفرق المغربيه باش دير قراءه وتستافد من الهزيمه باش انها تفكر في المستقبل وما تكونش هذه هي النهايه ديال العالم. لان انا بالنسبه لي الهزيمه يجب ان تكون محطه للتفكير وفي المستقبل باش اننا تكون على اسس مبنيه باش يمكن لنا اننا دائما يكون الحضور في افريقيا، خصوصا وان الفريقين مع لا الوداد الرياضي ولا الرجاء الرياضي غادي يشاركوا في النسخه القادمه ديال الشامبيونز ليغ. نتمنى انه تكون هذه المحطه انها التفكير في المستقبل بشكل جدي. نعم اكيد متفق معك سي الموجه. بالنسبه للتحكيم اللي كان البارح في المباراه، يمكن انت تبعتي الاداء عن قرب يعني بحكم يعني التجربه ديالك كذلك المتابعه ديالك لمثل هكذا المواعيد ومباريات، يمكن كل شيء قبل المباراه كان تايق في القدرات ديال
الحكم السنغالي اللي دار المباراة على مستوى الساحة، ولكن كان تخوف خصوصا بعد الأخبار اللي قالت أنه غرفة الفار سيشرف عليها طبعا طاقم مصري وفريق مصري في المباراة. يعني غير معقول من الكاف أنه باش يشرف طاقم مصري على مباراة بحال هذا الشكل هذا. بداية كتلخيص عام ديالك لأداء الحكم السنغالي قبل ما نهضروا معك، طبعا إلا بانت لك شي لقطة أنت يا مثيرة للجدل واللي يقولها لنا الجمهور ونعرضها لك سي محمد. لا، اتمنى قبل ما نهضروا على اللقطات التحكيميه المثيره للجدل اللي كانوا عده لقطات اللي ممكن لابد ان نوضحوهم للجمهور ونقربوهم للجمهور باش يمكن لنا نناقشوهم ونكونوا بكل حياديه، ما تكونش عندنا فقط ذاك النظره ديال الانتماء ان هي اللي غتغلب علينا وتخلينا دائما نقلبوا الحقائق. ولكن بالنسبه لي غير ما راج على التقنيه ديال الفار واللي ربما حاولت تسوق لها الكونفدراليه الافريقيه تسوق انقطع الاتصال مع الخبير التحكيمي ديالنا السي موجه، غادي نمشيو اننا نتصلوا به من جديد اكيد باش يوضحنا في الصوره فيما يخص طبعا المباراه ديال البارح الرجاء الرياضي وكذلك الزمالك. رجعنا لك السي محمد، كنعتذر اكيد على هذا الانقطاع. انا غير باش نقرب المشاهدين الكرام بخصوص ان القضيه ديال الفار والاثار مجموعه ديال المشاكل، مجموعه ديال التساؤلات، واللي ربما انا بقدر ما انه الى تم الابتكار ديال هذه التقنيه باش تحقق واحد العداله كرويه. انا بالنسبه لي في افريقيا ما سار الا الجدل وما خلتنا الا قد الثقه ولا الجو مشحون داخل الفرق الافريقيه. شفنا ما فعله الفار السنه الماضيه المقابله النهائيه ديال الوداد الرياضي وكذلك الترجي، شفنا ما فعل الفار في المقابله اللي قبل السنه ما قبل ذلك بين الاهلي والترجي، وحنا غادي نشوف شفنا هذه السنه في المقابلات اللي شفنا. انا بالنسبه لي يجب على اللجنه التنفيذيه الكاف انها باش تعكف على الملف ديال اللجنه ديال التحكيم وتحاول ما امكن انها باش انها تصحح كاع هذه الاختيالات وهذه الفضائح اللي كتشم الرائحه ديالها بالنسبه للكره الافريقيه، لان هذا الشيء لا يشرف الكره الافريقيه ولا يبعث على الاطمئنان والارتياح بالنسبه لكل المكونات ديال كره القدم. هذا من الناحيه ديال الفار، لان ما يمكنش انك تقبل على راسك ان بالامس حتى الصباح الصباح وانك عاد تعطينا بانه الحكام المعينين للفار اصيبوا بكورونا وانت انك مقبل على التنظيم نصف النهائي ديال الشامبيونز ليغ اللي هي من المسابقات المهمه. لان في هذه المساله لابد الانسان يكون داير الاحتياطات ديالهم اللازمه، يكونوا دايرين بلون ان بلون دو بلون تروا باش لو قعدنا بعد المسجد دائما كنحاولوا نلقاو ذاك العجله ديال التغيير باش يمكن لنا نقدر الموقف. لان انا بالنسبه لي من غير المقبول انه باش نجيو حتى للسبعه صباح وبالتالي نفتحوا المجال لطاقم تقني مصري اللي يساعد في هذه المساله. هذه ماشي انا كنشكو في هذاك، ولكن انا بالنسبه لي هي باش كتعطي واحد الاطمئنان للفريق المنافس وكتخلي ان تكون واحد النوع ديال الحياديه. نعم هذه من جهه، من جهه ثانيه احنا شفنا الاشكال اللي طرحه السي عثمان هو ديال التعيين ديال الحكام الخاصين بالنسبه في النهايه وما رافقه من جدل. مره كنا كنسمعوا قسمه، مره قصبه، مره كل مره كتسمع حكم الى حتى الاتحاد الافريقي ما استقرش الراي ديالو على حكم معين باش غادي يمكن يشير لهذا السلام اللي عطيه لك. ثاني انا كنتفاجئ في نفس المهنه ان الاسم ديال ماجد مباي ما كانش مطروح بتاتا تعيينات ديال النهايه او لا النهايه. فكنتفاجئ انا كنلقاو انه حكم شاف كيف 34 سنه. اما بالاهم هو كيتميز بواحد اللياقه بدنيه عاليه جدا، واحد الكاريزما اللي هي فيها الهدوء وفيها دائما انك تحس بذاك القراءة الجيدة ديالو للاعب. ولكن بالنسبة لي خانه التقدير في الدقيقة 17 عندما تدخل المدافع ديال الزمالك على اللاعب مالونغور في إهمال داخل منطقة الجزاء. هنا كنطرح السؤال أين كان الفار؟ وكان الحالة بخصوص ما سمعنا بأنه كاين قاصمة في الغرفة ديال الفار اللي هو الحكم المساعد ديال الفار، فما كانش هناك تدخل. وأنا كان يمكن نتحدى أنه تقنية الفار لم تكن مشغله في هذه المقابله كما
سبق لنا بان عشنا السنه الماضيه وبالتالي هنا اللي كطرح لنا التساؤلات في هذه السنه. هذه اللقطه هذه اللي ديال الاسقاط ديال لاعب مالونغو داخل منطقه الجزاء تبعتها واحد اللقطه مباشره، هو واحد الاصطدام اللي وقع بين المتولي وبين الحكم، وسمع حتى المخرج لم يركز عليه وما عاودوش من زاويه مختلفه باش يشوفوا تدخل انه المتولي مشى اعترض. كاين تساؤل كبير، كاين تساؤل كبير. والحكم بالنسبه لي كان خصو ياخذ عقوبه انضباطيه حق متولي اما بالانذار او الطرد، ولكن هنا باش كتعرفي انه الحكم ما كانش الا عارف شنو دار القرار ديالو الاول، وبالتالي انه دار مرور الكرام على هذه الحاله ولم يتخذ اي عقوبه انضباطيه بحق متولي. كانت دقيقه 24 كانت واحد لمسه يد ديال اللاعب مذكور، غير باش نقربها للمشاهدين الكرام ونهضروا على لمسه اليد، لانه شحال من كيقول يهضر على التغشيم ديال الجسد، ولكن العناصر المحدده للمسه اليد العمد من عدمه هو كانت انه واحد لمسه بالكره ديال المهاجم ديال فريق الزمالك ماتش الكره بالراس ديالو، باش انه كانت العمليه ديال القرب والعمليه ديال المباغته، بالاضافه الى ان الكره هي اللي مشات ليد ديال المذكور، وبالتالي القرار ديال الحكم كان قرار صائب عندما امر باستمراريه اللعب ولم يعلن عن اي شيء في هذه المساله. كانت الاصابه ديال التعادل ديال فريق الزمالك ولا احتجوا عليها المكونات ديال اللاعبين ديال فريق الرجاء الرياضي وخلتهم يحتجوا اكثر، لان احتجوا على خطا الاول ديال اللاعب اللي ترتكب، كيقولوا بان ترتكب خطا على اللاعب هذا، وكان المساله الثانيه كيقولوا بان كاينه لمسه يد ديال الامانه من خلال الصور اللي المكذبه، لان كان صعود انه ارتقاء ديال المهاجم ديال فريق هذاك، وبالتالي ما كان حتى استعمال ديال اليد انه ضرب الكره بالراس ديالو، انه لقى اللي حاول انه ما يطلعش وحاول انه هو اللي يدير الخطا على اللاعب، ولكن كان ذكى منه وارقى منه ولمس الكره بالراس ديالو نزلها، وبن شرقي انه بلوكا الكره بالفخد ديالو ومن خلال الصوره اللي كتقول ما كاينش هناك لمسه يد، انا بالنسبه لي الهدف مشروع، لم يكن هناك اي خطا معلم اللي ممكن ان نتعلم عليه في هذه المساله. هنايا باش اللاعبين ديال الرجاء احتجوا كثير، كنت كنتمنى ان الطاقم التقني باش يتدخل ويحاول ما امكن انه باش يرجع اللاعبين للمقابله وما يخليهمش يفقدوا التركيز ديالهم، احتجاجات كثيره على الحكام الشيء اللي خلاهم انهم خرجوا من المقابله وبسهوله باش رجعوا فيها اللاعبين ديال الزمالك. هذه شفتوا الهدف الثاني اللي كان كثير ديال 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 التسلل، بالنسبه لي كان هدف سليم، وبالتالي ديال الحكم المساعد كان متموضع بشكل جيد، بالاضافه الى ان كان هدف رابع اللي سجلوا اللاعب بن شرقي، ولكن لو كان في وضعيه ديال التسلل. على العموم انا بالنسبه لي التحكيم الافريقي يجب المراجعه ديالو كامله، والراي ديال التصريح ديال انفانتينو ديال الرئيس ديال الفيفا عندما قال يجب العمل الكثير بالنسبه للتحكيم الافريقي بالخصوص التفشي ديال الرشوه في الجهاز، وانه التدخلات اللي كتاثر على النتائج ديال المقابله كانوا ينتظرون عمل كبير. نتمنى انه الفيفا انه تدخل بالثقل ديالها تحاول ما امكن باش تشرف على التصريح ديال هذا الجهاز وتعطي الخلاف وتعطي الاطمئنان للفرق المنافسه، وتكون عندنا رياضه ديال كره القدم نظيفه داخل القاره الافريقيه. اكيد سي محمد، يعني انت لخصي ما حدث، انا غادي نمشي معك يعني لواحد اللقطه اللي الجمهور الرجاوي كيهضر عليها بزاف، واكيد انت غتكون ناقشتيها اكيد، ولكن بغيت غير نوضح فيما يخص يعني اللقطه اللي جبتي ديال متولي مع الحكم. صراحه انا كنت اسف لانه الاخوان في مصر، وحنا عندنا زملاء في مصر كثر كيتواصلوا معنا في شوف سبور، كنعرفوا المهنيه ديالهم على مستوى الاخراج التلفزيوني، للاسف نفس هو ماشي مخرج، غير باش نوضحوا للجماهير، هي مخرجه ايناس عثمان، هذه المخرجه هذه اللي بكل صراحه العام اللي داز يعني ذبحات فريق حسنيه اكادير في مباراته مع الزمالك المصري، هدف شافوا العالم كله الا الحكم ديال المباراه، وهي ما رجعتش للقطه وكانت ثارت جدل كبير. نفس الاشياء تكررت في المباراه ديال الرجاء، يعني ما كنا كنشاهدوا
المخرجه، يعني اللقطات اللي الجمهور المتلقي المشاهد كيبحث على انه يشوف الاعاده ديالها ما كترجع لناش ليها. كذلك كان انتقاد كبير لهذه المخرجه هذه ايناس عثمان من هيثم فاروق النجم المصري اللي طبعا في البين سبور اللي قال ان انتقدها بشده وقال انه الاداء ديالها كان كارثي لا على الزمالك وعلى فريق الرجاء الرياضي. انا في رايي كان كارثي على فريق الرجاء الرياضي. عموما انا نزيد نهضر مع الجمهور اكيد في هذه النقطه هذه ونكشفوا مجموعه ديال الاشياء. سي موجه، يعني انت تبعتي هذيك اللقطه ديال مالونغو دقيقه 17، هضرتي عليها اكيد حللتيها، ولكن الجماهير كيكتبوا لي بغينا نعرفوا من سي موجه واش يعني بصراحه واش هذيك ركله جزاء واضحه للرجاء الرياضي. بطبيعة الحال اللي غادي تبع عثمان من اللقطات راه تؤدي انها تعاودت، واخا انها تعاودت متاخره وما حاولتش تركز عليها برالونتي بشكل اللي خصها تبان بها، كيبان بانه الركل باهمال وضرب له الرجل التاليه ديال لاعب مالونغو الجهه ديال اليمين وسقطوا داخل منطقه الجزاء. غير باش نفسر حتى لبعض المتابعين الاوفياء، لانه المشرع انا ما كيبقاش يقول لك، ما كيهضرش على العمد في الاخطاء السبعه اللي داخل المنطقه ديالك، فالمشرع كيهضر على الاهمال وعلى التهور وعلى استعمال القوى الزائده. والاهمال كيشرحه المشرع هو اندفاع بدني دون اخذ الحيطه والحذر، فاللاعب ما مشيش بالرجل ديالو وقاس الرجل ديال لاعب مانوغو وسقطوا داخل منطقه الجزاء، وغتجي مباشره معها تدخل ديال المتولي اللي اعترض الفريق ديال الحكم، ومع ذلك انه الحكم لم يتخذ اي قرار. هنا باش تعرف بانه الحكم كان عارف راسه شنو داير، وبالتالي انه ما بغاش ياخذ جوج ديال القرارات اللي هي قاسيه على الرجاء، اللي هو عدم الاعلان عن ضرب الجزاء واتخاذ عقوبه انضباطيه في حق المتولي، اما الانذار او الطرد على حسب الخطوره، لانه لا شتي المخرجه لم تعيد هذه اللقطه، وكان ضررت مرور الكرام اللقطه ديال الاصطدام بين اللاعب المتولي والحكم الماضي الباري. نعم، للاسف انا دائما كنقول انه المعروف على يعني على الاخراج المصري انه في المستوى دائما ما كنتبعوه، ولكن صراحه هذا السيده يعني تكرفصت بالمعقول على حسنيه اكادير في مباراه الموسم الماضي وكذلك في هذه المباراه بالنسبه للرجاء الرياضي. السي الموجه، واش من المعقول يعني اديني على قد عقلي وشرح لي، واش من المعقول اننا في 2020 مثلا دابا المباريات اللي فيها الفار في الاوروب، يعني في الدوري الخمس الكبرى وفي مجموعه ديال المسابقات القاريه كذلك في العالم، فاش كيبدا الماتش كيمشيو يعني المخرج كيعطينا ديك الغرفه ديال الفار شكون جالس فيها شحال ديال لي زيكرون اللي فيها. البارح ما شفناش هذه الصوره هذه. هذه من التساؤلات اللي كنطرح دائما للاستعمار، واللي سبق لي قلت بانه اكذوبه الفار بالنسبه لك. انا حنا نتابعوا اكذوبه ديال الفار، لانه كما كنتبعوا في الدوريات الاوروبيه ولا في الشامبيونز ليغ كنشوفوا لان الطاقه ديال التحكيم كامل بما في ذلك الحكم، الحكمين المساعدين، الحكم الرابع، وكنشوفوا الغرفه ديال الفار بالاسماء ديالهم حتى من خلال اللقطات اللي كتثير الجدل، كيديروا الاشاره اللي كيمشيو للغرفه ديال الفار كيبين لك بانهم الحكام كيتشيكيوا الحالات. فبالنسبه لي قلت لك ان الناس اخترعوا هذه التقنيه وانهم حاولوا انهم يعطيوها بواحد باش يعطيوا واحد الدفعه الكره العالميه، بالنسبه لافريقيا ان شوهت هذه التقنيه وانها تعطات واحد الصوره اللي هي سيئه، ولات هي العنوان ديال الكولاسه، هي العنوان ديال الخبز الكروي في الوقت اللي كنا كندير. كنت كنتمنى يخليونا نعيشوا غير اللقطات التحكيميه كما كان زمان بدون ما نكونوا عايشين على التقنيه ديال الفار، لان بالنسبه لي انها اصبحت وصمه عار في الكره الافريقيه ولم تضف اي شيء بالنسبه للكره الافريقيه، وانما اصبحت عبئا على الكره الافريقيه وتهمه بالنسبه للكره الافريقيه. البارح السي الموجه انا بقيت كنتسائل، ما عرفتش شكون اللي جالس في ذاك الفار، واش قاسامة ولا تيسيما ولا مرتضى منصور ولا رئيس الاتحاد المصري لكره القدم ولا نانسي عجرم، ما عرفتش شكون اللي جالس انا تما. لا اعتذر، غير باش نقول لك واحد القضيه. انا بالنسبه لي ما تنساش الضغط اللي مارسوه الفرق المصريه والاعلام المصري اكيد على الكره المغربيه، وخصوص انهم كيستغلوا الجبهات الداخليه ديالنا.
لان باش من خلال شوف سبور نطرحوا واحد الاشكال، لانه الاخبار كيمشي من عندنا وحنا في الصراعات ديالنا بين قطبي الكره المغربيه، ولينا كنصفروا الاجانب ولا هما اللي كيصابوطيونا به، هما كي من شحمتنا كيكويونا، لان ما يمكنش بالتواجد ديال القجع الكونفدراليه الافريقيه، واننا حنا كنطعنوا فيه كنقولوا كيتواطع مع هذه الفرقه ولا كيتواطع مع هذه الفرقه. بالتالي شنو خلينا الاعلام ما يقول هذا المنطلق، عاود لاننا نستغلوا الموقع ديال التلفزيون ديال القجع داخل الكونفدراليه الافريقيه المكتب التنفيذي، ونحاولوا نجيبوا مكاسب الكرة المغربيه، ونحاولوا نحميوا الكرة المغربيه من كل الشوائب، ونخليوا الوسخ ديالنا بيناتنا، اننا نتناقشوا بيناتنا، لا نتنافسوا بيناتنا، ولكن عندما ننافس الاجنبي اننا ما نمشيوش نعطيو الاسلحه ديالنا ونبقاو نضربوا في بعضنا البعض، ونسربوا الاخبار ديالنا للخصوم ديالنا باش تبقى تضربنا بها، لان شفنا واحد الحمله مسعوره اللي كانت على فوز القجع في القنوات المصريه بشكل الاتهامات بانه قوي بانه يؤثر بانه كيدير وكيفعل وكيفعل وكيفعل. وانا بالنسبه لي لان هذه المسائل كلها استغلوها الصراع اللي كاين داخل الكره المغربيه وبين قطبي الكره المغربيه. في الوقت انا بالنسبه لي خاص يكون التعقل، خاص تكون الرزانه وتكون مصلحه الكره الوطنيه فوق كل شيء بالنسبه لي، ويجب استغلالنا شحال احنا كنادي ومنذ الابعاد ديال سعيد بن سعيد بن الخياط اللي كان في اللجنه التنفيذيه والدخول ديال رونوه بالقوه ديالو، اننا استبشرنا خيرا بالعوده ديال ستيفن زرقجع للمكتب التنفيذي، فخاصنا نستمروه بالنسبه لنا، وما خاصناش نبقاو نضربوا في بعضنا البعض، لان الناس انهم استغلوا هذه المسائل كامله وحاولوا يضربوا فينا، وحاولوا ياخذوا الفيديوهات من عندنا وحاولوا يسوقوهم في الصحافه المصريه، كيقولوا شنو كيقولوا الناس على فوز القجع في المغرب، فبالحرارة شنو غنقولوا عليه حنايا في المغرب. هذه المسائل الخطيره اللي كتحز في النفس تاع عثمان، ونتمنى انه من الجماهير المغربيه من المسؤولين المغاربه اننا تكون هذه المحطه ديال الريس في النهايه هي فيها قراءه جيده، ونقراوا الواقع الكره المغربيه ونستشرفوا المستقبل، ونحاول ما كان نحتويو الصراعات اللي بيناتنا، ما نخليوهاش انها تاثر علينا وتخلينا نبقاو نضربوا في بعضنا البعض، ونعطيو للخصوم ديالنا الاليات باش يهزمونا باش يريبونا. اكيد 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 استاذ محمد الموجه الحكم الدولي والخبير التحكيمي، كنشكرك بزاف، كلامك كما كنقول منطقي واقعي. كنتمنوا ان شاء الله انه الاعلام ديالنا احنا هنايا في المغرب خصوصا المنتمي، يعني الزملاء اللي كيبينوا الانتماء ديالهم، فانهم ما مي 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 يضربوش في بعضهم كما كتقول، يعني ويسوقوا المسؤولين ديالنا وكذلك المسيرين ديالنا بصوره خايبه. شكرا لك بزاف سي موجه. وانا كذلك ممثل، تحيه ليك وتحيه لكل الجماهير المغربيه العاشقه للكره النظيفه والكره الجميله. تحيه لك سي الموجه الخبير التحكيمي اكيد ديالنا، شكرا بزاف على هذه المعلومات القيمه اللي اعطيتي لنا عبر شوف سبور، ومرحبا دائما بك عبر شوف سبور. اكيد كان كذلك كنحيي الجماهير اللي كتبعنا عبر المباشر، كانوا اتصالات كثيره، الناس بغاو يشاركوا معنا في عدد اليوم. كما قلت في البدايه البارح الرجاء الرياضي بصراحه بكل شجاعه بكل جراه كنقولها ما خسرتش الرجاء بالكره، الرجاء يمكن 60 دقيقه لعبوا الطوب لعبوا مزيانين، اكيد كانوا بعض الهفوات من الطاقم التقني لفريق الرجاء الرياضي بقياده جمال السلامي، وهذا ماشي كلامي، هذا كلام الجمهور الرجاوي اللي كان معنا في شوف سبور لا البارح لا اليوم في الصباح. هضر كذلك جمهور الرجاء على انه جمال اخطا في بعض التغييرات، يمكن كانوا ثلاثه ديال التغييرات اللي خرجوا كانوا في نظر الجمهور احسن من اللي دخلوا، يمكن كنهضروا على العرجون على محسن متولي كانوا دايرين واحد التنشيط لا الهجومي لا كذلك قطع الكره للخصم على مستوى وسط الميدان كان عمل كبير، كذلك ذاك عبد الاله مذكور يعني الظهير الايمن كان واعر كان قايم بعمل جميل جدا، كان كيساعد الهجوم وكذلك كان كيدافع بشكل كبير، يمكن شاب في مقتبل العمر ديالو مازال خصو خدمه ولكن عنده امكانيات كبيره. كما قال سي الموجه البارح يمكن
جميع الظروف تجمعت على فريق الرجاء الرياضي. كيف يعقل، انا قلتها في البارح ومازال كنكررها اليوم، كيف يعقل لمخرج يقود مباراه كبيره، يقود مباراه يعني قمه في تشامبيونز ليغ نصف نهائي، يمكن الانتقاد اللي تلقاته هاد احسان عثمان يعني من القاهره اكثر من اللي تلقاته من المغرب. كنتبع يعني اللاعب المحترم المصري طبعا هيثم فاروق المدافع الكبير طبعا للمنتخب المصري السابق، انتقد هذه المخرجة وقال بأنها يعني تماطلت بكل صراحة في العديد من اللقطات اللي كنا كننتظروها أننا كجمهور كمتلقي باش نتبعوها، ولكن ما تبعناش. سكينة سير حاول تقرأ شوية، الله يجازيك بخير سكينة، أنا سير عاود تقرأي شوية باش تواصلي معنا. كذلك عبد الرحمن ميرسي بوكو خويا، مرحبا بك. كيقول لي اخويا عثمان مع من غتهضر راه من هنا كيحاربونا. شوف هذه القضية ديال نحاربوا بعضنا، الانديه تحارب هذا يعني مع الاجنبي، انا دائما كنقولها في البلاطو تشوف سبور، فاش كنلعبوا بيناتنا هنايا في المغرب في البطوله ديالنا في كاس العرش في المسابقات المحليه، ما كاين حتى شي عيب اننا يكون بيناتنا ذاك الصراع الكروي الصحي، ولكن فاش كنلعبوا مع الفرق الاجنبيه خصوصا اللي كتنافسنا على المستوى العالي، لانه البارح الرجاء ما كانش كيمثل راسه فقط، كان كيمثل الكره المغربيه، سبقوا لذلك فريق الوداد الرياضي، كذلك نهضة بركان. انا للاسف مثلا فاش كنشوف بركان في الكاف داو الكاس عن جدارة واستحقاق يعني في الفينال ضد بيراميدز المصري، كانوا بعض الاخوان سمحهم الله مننا من المغرب كيشكوا في الفوز ديال بركان في المباراه. فاش تبعت يعني الاعلام المصري وماشي كله طبعا، دائما ما كيدوزوا معنا في البلاطو زملاء في مصر كنحترمهم وبشكل كبير، ما تفاجاتش لذاك السخب اللي كان في مصر، لذاك الانتقاد الكبير لفريق نهضة بركان من مصر. علاش؟ لانه شفت انتقاد من هنا من بلادنا صراحه، من بعض الزملاء اللي فقط غي يجي وكتب، غي يجي وهضر، غي يجي وقول، يعني ما خصناش نبقاو نديروا بحال هكا كما قال السي موجه، نتحدوا مع بعضنا، داك الشيء اللي بيناتنا نخليوه هنايا. نهضة بركان كيمثل المغرب في الكاف، الراجل البارح كان كيمثل الكره المغربيه في الكاف، افريقيا بكل صراحه على مستوى التحكيم ضعيفة وضعيفة جدا، الكاف خصو يدير دروس الدعم والتقوية، يعني مازال خصو يزيد يقرأ على مستوى التحكيم. انا بكل صراحه فاش كنشوف البارح يعني دومي الفينال ديال تشامبيونز ليغ، ولو انه بدون جمهور، جائحه كورونا، العديد من الاشياء والعوامل، ولكن راه دومي الفينال ديال تشامبيونز ليغ ديال 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 القاره، يعني شاركوا فيها العديد من الدول، تم التصفيه، وصل المغرب ممثل بالرجاء الرياضي ومصر بالزمالك، مرحبا، ولكن باش تجي انت في هذا دومي الفينال وما تعطينيش يعني شكون اللي كاين في الفار، ما عرفنا شكون اللي كاين حنا في الفار، هذوك الوجوه ديال الفار ما عرفناش شكون اللي كاين. مثلا في كاس العالم كيبدا الماتش ارجنتين المانيا، كيعطيوك شكون اللي كاين في غرفه الفار، بارسا ميلان، كيكون لاعب غير خيخون وغرناطه، شي فراقي ضعاف في اسبانيا ولا في الطاليان ولا في شي دوري، كيعطيوك شكون اللي كاين يعني شكون اللي كاين في الفار. البارح لاعب الرجاء ما عرفناش شكون اللي كاين في الفار، واش جالس حمد في الفار ولا مرتضى منصور ولا شي واحد تما ولا شي ممثل مصري جالس، مع كل احتراماتي بعض الاخوان المصريين عاوتاني سامحهم الله باش ما نبقاوش غير نهضروا من فراغ، قالوا بانه يعني اللاعبين ديال الرجاء يعني بالغوا في كما كنقولوا يعني باش انهم يطلبوا من الحكم يمشي للقطات، وفي طلب الحكم انه مثلا يرجع للقطات ديال الفار، هذاك من حقهم. كنشوفوا في الاوروب مثلا مباريات في كره القدم، في الدوري الاسباني، في الدوري الايطالي، في الدوريات الخمس الكبرى، لاعبين كيشكوا في شي لقطه كيدوروا بالحكم كيطلبوه بكل احترام. انا كنشوف البارح اللعب الحكم مع متولي في هذيك اللقطه اللي دايره في الفيسبوك، شفناها بطريقه غريبه في الفيسبوك، في المباراة تخبات بواحد الطريقة، بحال دابا مثلا إلا رجعتوا في 2010 الفينال ديال كأس العالم، لعبة هولندا إسبانيا، هذاك فان بومل كان غيقتلوا تشابي ألونسو اللي يعني عطاه واحد الضربة للعنقول لهنايا، شفناها تقريبا شي 15 مرة، المخرج كيفاش ردها لنا، وداك الساعات ما كان لافار لا والو، هادشي راه 10 سنين دابا، حشومة حنا في 2020، حكم عاطل
اللعاب الوسط وجهه، عاطي المحسن متولي بضربه الوسط وجهه جابوا في الارض، المخرجه غطات على الضربه، الفار ما كاينش، الحكم براسه اوت، يعني امور اللي صراحه يعني كتحز في النفس، يعني باش ما نكونوش منافقين. كيقول لي خويا عثمان الرجاء راه خسرات، شي بحالك هما اللي كيخليو هاد الصراع هذا، وانه الناس كتزعم علينا بحالك السي كمال، ماشي كمال، مراد، بحالك السي مراد، هما اللي كيخليو انه الناس بقات تدخل بيناتنا، تدخل ما بين الانديه ديالنا، وتبقى يعني تعطينا الدروس، حنا ما ننتظروا الدروس من حتى شي واحد. نمشيو نوقفوا مع فاصل قصير، بعده غنواصلوا معكم في مباشر سبور، اكيد العدد اليوم باش ناخذوا الاتصالات ديالكم اكيد، ونتناقشوا معكم فيما يخص يعني المباراه ديال البارح، الرجاء وكذلك الزمالك. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام دائما في شوف سبور في مباشر سبور ليومه الخميس، اكيد نتحدث عن مباراة الامس التي جمعت بين الرجاء الرياضي وكذلك الزمالك المصري، واللي من خلالها كما تبعنا كاملين كان واحد الشوشره، كان العديد من الاشياء فيما يخص هذه المباراه. هذه جمهور الرجاوي اكيد مقتنع انه الفريق ديال الرجاء استحق الخساره طبعا لمعطيات، ولكن كانوا هنالك هفوات من الحكم، من المخرجه ديال المباراه ايناس عثمان، من العديد من الامور اللي بكل صراحه يعني تطاولت على فريق الرجاء الرياضي. كذلك يقول يا خويا عثمان ما تسوق لهمش هما ديما هكا. شوف حنا دائما اكيد محسن كنقولها في شوف سبور، حنا خصنا في المغرب اكيد نتحدوا مع بعضياتنا، خصوصا الاعلام خصو يكون قدوه لكل الجماهير، انه فاش كيخرج شي فريق كيمثلنا في القاره الافريقيه خصنا ندعموه بكل بشكل كبير، يعني ما نبقاوش اننا نضربوا في بعضنا. نمشيو ناخذوا اتصال اخر في عدد اليوم. اهلا وسهلا، السلام عليكم. تحيه طيبه لك خويا، لاباس عليك؟ معك امين من كازا. سي امين من كازا، لاباس عليك؟ بخير، لاباس عليك، الله يبارك فيك. الله ينورك لي سي امين، بخير، الامور هانيه الحمد لله، الله يبارك فيك. سي امين كنهضروا على هاد المصيبه اللي وقعت البارح، يمكن فضيحه، الاتحاد الافريقي لكره القدم يعني كيزيد انه يبين هاد الفضائح ديالو في كل مباراه، خصوصا اللي كتكون فيها الانديه المغربيه. البارح لاعبين بلا فار بلا والو، المخرجه يعني شاربه قهوه ما معناش، الزمالك داير ما بغى 70 دقيقه، الرجاء موقف الزمالك يعني كرويا، ولكن في الاخير الرجاء رجع بنتيجه يعني 3-1 خايبه. سي عثمان، انا را يعني من الاسباب اللي خلاتنا احنا محقورين في يعني مع التوانسه والمصريين، يعني اصلا حنا بيناتنا هنا في المغرب راه كاينين اشخاص، راه شنقول لك، راه لا اله الا الله، فهمتي؟ ماشي اليوم اللي غنتعرضوا لهذ المجازر، فهمتيني؟ في الوقت اللي كانت تعرضات حسنيه اكادير،
مع نفس الفريق من الجزائر ونفس المخرجة ديال المقابلة، يعني ما كانوش هضروا الناس بزاف، فهمتيني؟ في الوقت اللي تعرضت الوداد ناضوا الناس كيضحكوا، وانا من هنا مين غنبدا؟ راه ما غنبداش من الجمهور، انا ما كنهضرش على الناس اللي كيمشيو يخلصوا ورقه ديالهم، كيحبوا الفروق الوداد الرجاء، انا كنهضر على المتطفلين اللي بعد الناس اللي كيبغيو يقضيو مصالحهم. حنا كنشوفوا دابا نتوما ياك، انت السي نهضروا بصراحه بلا ما نكذبوا، انا اللي كنعرفه مشجع هو اللي كيقطع ورقته وكيمشي يتفرج في الماتش. دابا نتوما كيجي عندكم شي واحد كيقول لك انا منخرط، كيجي القنوات كيبدا يدور كيجبد المشاكل ما بين الجماهير، فهمتي؟ انا غير هادي يومين شفت واحد المنخرطين، عرفت شي راه وقلتيها لي لا السي اله امين، الا شفتيه معايا انا، شفتيه معايا انا. لا لا ما شفتش معاك، لكن هادو منخرطين كيحضروا القنوات، وانا بقى في الحال عرفت شي يهضر على الصحافه، وانا داك السيد راه الصحافه هما اللي كبروا بك، نهار كانوا كيمشيو عندك القهاوي وكيمشيو عندك لهنا ولهنا، علاش ما كنتيش كتقول لصحاب الميكروات؟ دابا وليتي كتعاير في الدراري اللي صحافيين صغار، يلا هضر على الناس اللي عينك في شي واحد في شي صحافي كتقول ليه جا من ازمور ولا جا من خريب، عينك فيه ذكره بالاسم، فهمتي؟ ولكن ما تمشيش تسيء الدراري اللي يلا مخرجين من المعهد العالي للصحافه بادين، تسيء ليهم هما اللي كانوا كيجيو عندك القهاوي كل مره معيط على قناه جايه عندك القهوه باش تشهرتي، ودابا بديتي كتسيء للناس وكتخرج بحوايج اللي كتسيء فيها الفراقي، وبديتو كتسيء المدن اللي ولات هنا مشاكل ما بين الجماهير. انا الناس اللي كيبغيو الفراقي هما اللي كيمشيو يقطعوا ورقه، هما الناس اللي بغيو يقضيو مصالحهم وكيتمركنوا بعباد الله، غنقولها لك هذاك هو المشجع هو اللي كيمشي يقطع ورقته وكيشجع فرقته، ما باغي والو، ما باغي ينخرط. انا كنعرف لي منخرط خصو يعاون الفرقه اول حاجه، خصو يمشي الهضره اللي غيمشي يقولها هو في القنوات يمشي يقولها الرئيس ديال الفريق، يمشي يدير الجمعه، يمشي يدير الاجتماع ويقول لي راه السيدي راه خصنا اللعابه وخصنا هادي وهادي، فهمتي؟ ما تمشيو تكذبوا على عباد الله وليتو باغيين ديروا قنوات. واش دابا السي عثمان ياك شوف تي في دابا يعني عندها رخصه ديالها باش كدير يا باش قناه صحيح ياك، ماشي غدا حنا يجي واحد دير لينا ليزار جي جا تا هو ولا داير ميكرو تما ولا تا هو اللي داير بحال قناة وكيهضر على الناس اللي باقيين صغار، دراري باقيين صغار يلا بادين، كيهضر عليهم بأنهم مرتزقة وبأنهم ودابا محشوم والله. أمين أمين، أنت راك دايما كدوز معنا في شوف سبور، أنا كنت كنتلاقاك في الماتشات وأنت ودادي، يعني كنعرف قح ودادي قح. بالنسبة شوف الله يسمح لهم، كاين ناس اللي غير كيهضر من فراغ باغي يعني يتشهر على ظهر ناس اخرين، فهمتي كيفاش؟ انا ولكن بغيت نشرح لك السي عثمان، راه دابا الفضيحه الكبرى بان الناس راه تشهروا على ظهركم، واش فهمتي؟ بحال على اش هذوك اللي كيعاير فيهم دراري ميكروات، راه هو تشهر السيد، راه الناس كيجلسوا في قهاوي الو جي عندي القهوه الفلان فلامي، انا منخرط كومبلي كرافاته وبدا على الهضره. لا طيب هو طيب هو طيب هذه طيب شرح طيب. لي، هذه غير شرح لي، قلتي لي على ظهركم باش نفهمها مزيان، شرح لي. لا حيت هاد الناس راه كانوا كيجيو حتى ماشي لعندك انت، حيت كيجيو عند القناه ديالكم كيعيط لهم جيو عندي لا المحلابه هو الفلان شوف فلانيه شوف امين كيجي امين، انا باش منقاش. باش نوضح لك عاوتاني الامور، باش شوف حنايا اي حاجه كدوز هنايا ياك راه كدوز طبعا بدراسه، ماشي غير اي واحد غيعيط لنا غنمشيو حنا عنده القهوه لا عرفت عرفت، انا ما كنهضرش لا على القرار لا غير باش القنوات نشرح لك كاملين، انا ماشي غير لا شوف لا تيفي. دابا انت الا هضرتي علينا انا نجاوبك، هضرتي على قناه اخرى ما كيهمنيش انا، ولكن انا هضرتي على شوف سبور مثلا، حنا راه ما كيجيش اي منخرط باش يقول اي حاجه اللي بغى والميساجات اللي بغى، فهمتي كيفاش؟ فهمتي هو انا انا شخصيا كنتمنى، انا كنتمنى السي عثمان من الدولة أو وزير اتصال ولا هادي باش يقنن، حيت راه الصراحة راه ولاو شي وحدين، ودابا منخرط ولا صحافي ولا صحافي يلا ودابا ولا دير دابا تاهو طابلة فين وخامية
فوالا دابا هادي انا متفق معك، لانه مثلا دابا مثلا كتلقى دابا في 2020 راه فيسبوك فتح المجال لكل شيء، راه بامكانه اي واحد يولي يهضر يحلل. لا ولكن الناس مازال الناس عاديين، واحد كيدير لايف عادي والناس راه ولاو دايرين ميكروات ولاو دايرين طوابل، فهمتي؟ هذا الشيء ولاو يعيطوا يقدم انت يريفك ماشي انت تبان بدا تقول شي كلمه هضرتي بصراحه يجي يبدا ينتقد فيك، فهمتي؟ وشنو رايك امين في البارح انت في ذاك الفضيحه ديال البارح؟ والفضيحه ديال البارح هذاك الشيء راه معروف، فريق الرجاء قدم لقاء مزيان في 60 دقيقه. انا كمتفرج يعني بان لي المدرب هو اللي ارتكب غلط، يعني خرج وسط الميدان، فهمتي؟ الوقت اللي سجلتي هدف خصك تبقى مستمر بنفس النهج ديالك، فهمتي؟ ما خصكش تراجع للوراء، فهمتي؟ لانك انت سجلتي هدف وليتي قادر تسجل الثاني، الا سجلتي الدقه القاضيه للزمالك، فاش تراجعتي للوراء يعني خليتي وانت عارف عندك الجهه اليسرى ضعيفه. هذاك نكا كيبان لي هو سبب الهزيمه، لا في الذهاب لا في الاياب، يعني اهداف كامله كتجي من هذيك الجهه. واش نقول لك راه الكاف راه دايرين ما بغاو الصراحه. اوكي اوكي، الرساله ديالك واضحه خويا نبيل، ميرسي بوكو على التواصل ديالك، مرحبا بك دائما عبر شوف سبور. اكيد كنتمنوا الخير للانديه ديالنا المغربيه المنافسه في المسابقات الافريقيه. كما قلت لكم البارح الرجاء الرياضي يمكن قدم مباراه مزيانه، 70 دقيقه الرجاء كان حاضر في الماتش، يمكن عوامل اللي خلات انه الرجاء الرياضي فقد الماتش هي عوامل بسيطه جدا، ولكن كانت مؤثره بحال العمليه ديال الفار اللي ما كانش كاين، المخرجه كانت مع الزمالك وماشي مع الرجاء، باش نكونوا صريحين يعني مخرجه مصريه راه غتكون مع الزمالك. طاقم ديال الفار حتى ولو كان هو اعلنوا عليها انه مثلا طاقم مصري يعني غادي يكون مع مصر، ما يمكنش انت لعبه المغرب ومصر وتجي انت يا مصري تحكم ليا، مع كل احتراماتنا طبعا للحكام المصريين، ولكن جيب لي اخويا حكم من دوله اخرى افريقيه كانت عربيه ولا كانت اخرى، جيبوا لي تم البرازيل انا، المهم ما يحكم ليش حكم مصري، لانه مصر طرف في المباراه اللي كيمثلها الزمالك المصري. انا كنشكر المشاهدين اللي كتبعونا في هذا المباشر، نتمنوا الخير للانديه ديالنا ان شاء الله انطلاقا من غدا. غادي نبداو معكم الهضره اكيد نسوا تشامبيونز ليغ، غنبداو الهضره على تحضيرات الانديه ديالنا للبطوله برو اللي غتكون القرعه ان شاء الله في الاسبوع المقبل، نتبعوا معكم الجديد فيما يخص البطوله، كذلك انتدابات الانديه ديالنا يعني بقسمي البطوله الاول والثاني. لكم التوفيق، لكم الشكر، شكرا لاسامه زين الدين اللي تواصل معنا واكيد